بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنكمل مع بعض يا جماعة إن شاء الله الجزء الخاص بالتول تيب والبوليت بتاعتنا، وهنعمل شوية تعديلات كده جت على بالي سريعا. هنا مثلا البوليت ممكن نخليها 20 بيكسل المارجن من فوق ومن تحت. التول تيب ممكن نخلي البادنج 8 بالشكل ده، هيبقى أظرف كتير. والتوب ممكن نخليه سالب 10، وممكن نقول له تكست الاين سنتر بالشكل ده. وهنا الرايت ممكن نخليه مثلا 32 بدل 40، ونبدأ نضيف السهم بتاعنا. ده الجزء بتاع التول تيب بتاعتنا، وهنا هيكون 20. والسهم فاضل لنا السهم نفس الموجود هنا بالظبط، الموجود في التايم لاين اللي كنا عاملينه، اللي هو السهم ده المعمول بالبيفور. وخلينا ننسخ المحتوى بتاعه كله عشان نكسب وقت. وهاجي عند التول تيب دي وهضيف عليها بيفور، حط فيه التنسيقات بتاعتنا اللي خدناها من التايم لاين. والكالر بدل ما هو ابيض اللي هو لون السهم، هخليه اللون الاساسي بتاعنا ده بالشكل ده. وهاجي ابدا انسق السهم ده ببساطه شديده جدا. بدل توب 20 هقول له 50%، وعن طريق خاصيه الترانسفور هستعمل الترانسليت واي علشان خاطر اضمن ان هو يفضل دايما في النص بالشكل ده. ده بالنسبه للتوب وبالنسبه للترانسفورم، هما دول الخاصيتين الزياده بالشكل ده. كده تمام وزي الفل والحمد لله، ومفيش اي مشكله خالص. نقدر دلوقتي نعمل حاجه برضو ظريفه جدا، ان احنا نخلي زي ما انتم شايفين التول تيب بتاعتنا الكارزر بتاعها بوينتر. الشخص هيفتكر ان هي كليكابل، فلازم نخلي الكارزر ديفولت بالشكل ده كده. خلاص تمام. ويفضل جدا ان انت تستعمل خاصيه البوينتر ايفنتس نان، علشان الشخص ما يقدرش يكليك على التول تيب دي. لانه في الجافا سكريبت الفكره اللي احنا نعملها، لو جيت دوست على التول تيب بتاعتنا المفروض هيكون فيها كاستم اتريبيوت هيدور عليه، وبناء عليه هيسكرول لمكان معين. فلو انت دوست على العناصر اللي هي اللي تشايلد منه وما فيهاش الكاستم اتريبيوت دي، ممكن تواجه مشاكل ويطلع لك ايرور، ومفيش داعي طبعا للكلام ده كله. طيب ظبطنا الدنيا وحطينا الخاصيتين الجداد دول، خلينا نضيفهم في التول تيب بتاعتنا هنا بالشكل ده، ونبدا نقول له انه ديسبلاي نان. مش عايزها طبعا تكون ظاهره، طبيعي. عايزها تظهر امتى؟ لما الشخص يعمل هافر على البوليت. هاجي هنا اقول له انه البوليت هافر تول تيب. بعد ما اعمل هافر التول تيب خليها لي تظهر ديسبلاي بلوك. هاجي اعمل كده زي ما انتم شايفين كله تمام. وبسبب البوينتر ايفنت مش هتقدر تروح عليها، لانه فعليا هو مش معتبر، مش هيقدر يوصلك ليها. هو ده المطلوب اثباته 200%، ان انا مش عايز اصلا الشخص يروح عليها، انا عايزه بس يشوفها. لو مشي خلاص، بس اكتر من كده يبقى ظلم. طيب ندخل بقى على حبيبتنا الجافا سكريبت. دلوقتي انا محتاج اجيب جميع العناصر، هقول له سيلكت اول بوليتس، البوليتس بتاعتنا كلها. هقول له كونست مثلا all bullets بيساوي document dot query selector all. البوليتس بتاعتنا كلها موجودة فين؟ nav bullets، دي nav bullets جواها البوليتس بتاعتنا اللي هي دي. تمام جدا كده عملنا عليها select الحمد لله، وجبنا العناصر بتاعتنا كلها عشان تتأكد. console log عشان بس ايه الدروس اللي فاتت واحدة واحدة كده معانا. هذه العناصر بتاعتنا اهي، البوليت بتاعتنا كلها 4 الحمد لله كله تمام. هبدا اقول له ان انا محتاج حضرتك الاول بوليتس دي هعمل لوب عليها دوت فور ايتش، والمفرد بتاعها بوليت واحده بس. وبعدين محتاجين نعمل ايه حضرتك في البوليت دي؟ واحده واحده كده. هقول له ان البوليت دي دوت اد ايفنت ليسنر، هعمل او اضيف عليها ايفنت الكليك بالشكل ده. وبعدين تقول لي رجعنا للاي اس اكس تاني. بعدين هقول له الايفنت الاي اللي هي الايفنت، وهبدا اقول له بقى دلوقتي الميزه الجديده الجميله الموجوده في الويب اي بي اي، التحفه العسل الجميله السكر اللي فيها كل حاجه في الدنيا. دي ميزه يا جماعه موجوده في الويب اي بي اي اسمها سكرول انتو فيو، تخليك تسكرول لإليمنت معين بطريقه سموزلي بيور جافا سكريبت، مش محتاجه مكتبات ولا اي حاجه. دي ميزه من المميزات اللي لسه تحت الاختبار، زي ما انت شايف مكتوب ايه هنا اكسبيرمنتال تحت الاختبار، ما تحطهاش في برودكشن كود.
اي برودكشن كود ما تحطهاش، لان فيها مشاكل في التوافق، ممكن تلاقي متصفح ما بيفهمهاش. لو نزلت تحت شويه هتشوف الكومباتيبلتي ومفيش اي مشكله خالص في كروم وفايرفوكس وايدج، اكتر من كده نبقى طماعين. طيب الميزه دي بتتعمل ازاي؟ بتقول له element، بتروح للelement بتختاره، بتقول له scroll into view، وبعدين الكاستم اوبشن الموجوده في الاوبجكت او الباراميتر الموجوده في الاوبجكت، هل انت محتاج البيهيفير انه يتحرك سموزلي ولا اوتوماتيك ولا ايه ولا الكلام ده كله. طيب واحده واحده كده هنعمل document.query selector، وانا هروح اخليه يروح على الاباوت اس سيكشن، مش هنروح على اي بوليت هتدوس عليها، هخليه يروح على الاباوت اس سيكشن ده مؤقتا، وهقول له سكرول انتو فيو، ادي سكرول انتو فيو اهي، وبعدين هضيف الكاستم اوبشن بتاعتي اللي هي البيهيفير، ادي البيهيفير، هنكتب في البيهيفير سموث. حلو قوي الكلام ده. ايه اللي هيحصل هنا؟ اي بوليت حضرتك هتروح عليها وتدوس هيوديك على الاباوت اس سيكشن، اي بوليت مهما كانت ايه هي. طب هطلع فوق خالص، هدوس هنا وداني على الاباوت اس، هدوس هنا على الاباوت اس، انزل شويه هدوس وداني على الاباوت اس، انزل تاني، تمام عسل قوي. عايز بقى الموضوع يبقى دايناميك، عشان الموضوع يبقى دايناميك لازم اعمل في البوليت دي كاستم اتريبيوت، هقول له داتا سيكشن، داتا سيكشن بيساوي، واكتب بقى اسم about us، ممكن بالكونكاتينيت هناك تضيف الدوت وممكن تضيفها هنا، في ناس بتخاف تحطها هنا، مفيش مشكلة على فكرة خالص يعني. data section data section data section data section. التاني ده يا جماعة اسمه ايه؟ اسمه skills. التالت our gallery اسمه gallery. الرابع لو لم اكن مخطئ اسمه timeline تقريبا، وكذا. حلو قوي كده، كل bullet من البوليتس بتاعتي فيها custom attribute اسمه data section، جواه اسم القسم اللي انا عايز اعمل scroll ليه. حلو قوي الكلام ده. يبقى انا عايز هنا حاجة dynamic تيجي من البوليت بتاعتي يكون فيها اسم القسم، هقول له e.target العنصر اللي انت بتدوس عليه دلوقتي dot data set data attribute section، كده خلاص كل قسم هتدوس عليه هيوديك على القسم المناسب ليه بالشكل ده، كده خلاص smoothly pure JavaScript، مفيش jQuery، مفيش اي حاجة، ودي واحدة من الويب اي بي اي التحفة اللي فعلا فعلا هتوفر عليك كتير، وهتوفر عليك فانكشن غبية جدا عشان تعمل السموز دي. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.